إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. انضم لقائمة المدربين المرشحين لتدريب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مدرب بلجيكي تونسي، وتشير معلومات أن رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري استفسر مقربين منه عن وضع المدرب نصر الدين نابي صاحب 57 عاما، ودرب نابي في الفترة السابقة فريق يونغ أفريكان التنزاني في مسيرة ناجحة تألق فيها في كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويأتي تحمس الناصري للسيرة الذاتية للمدرب نادي بسبب تجربته الكبيرة في إفريقيا مدربا للمريخ السوداني والإسماعيلي المصري والأهلي بنغازي الليبي. ويمتلك نابي الجنسيتين التونسية والبلجيكية، واقترح في وقت سابق على فريق الجيش الملكي الذي لم يحسم بعد في هوية مدربه الجديد. وانتدب فريق الوداد إلى حدود الساعة لاعبين جدد ويقترب من توقيع مع لاعبين آخرين. ودرب الوداد الرياضي في الوقت السابق من الموسم 4 مدربين دون أن ينجح الفريق الأحمر في التتويج بلقب واحد، إذ خرج خاوي الوفاض من 5 منافسات ما تسبب في رحيله عن فريق الوداد الرياضي مباشرة بعد مباراة الديربي ضد الرجاء. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.